السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع طبعا وكما هو معروف للجميع من المقطع الذي شاهدتم هو عن الاعتداءات والانتهاكات الحكومية المستمرة ضد المتظاهرين ثوار تشرين المعتصمين في ساحات التظاهر في بغداد تحديدا وبقية المحافظات بشكل عام. طبعا حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها مشاهدينا الكرام، هناك اعتداءات تستمر من قبل القوات الحكومية، قمع حاصل في ساحات التظاهر العراقية للمتظاهرين لمن يطالب بحقه في العراق، قمع أودى بحياة ثلاثة شهداء حتى هذه اللحظة وأكثر من 80 جريح. طبعا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت إن استخدام قوات مكافحة الشغب للرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير وفي ساحات المحافظات المنتفضة تمت بأوامر مباشرة من الكاظمي وبمشاركة فعلية من ميليشيات مدعومة من إيران. اللجنة أكدت أن هذه الأعمال الوحشية تأتي بعد زيارة الكاظمي المهينة إلى طهران كانت تنفيذا لأوامر إيرانية مباشرة بتصفية المتظاهرين وإنهاء الثورة التي أوجعت ذيول إيران من العصابات الإرهابية والكتل السياسية الفاسدة والبرلمان المزور وحكومة المنطقة الخضراء الذين أوصلوا العراق إلى أسوأ حالة إنسانية مزرية. كما تساءلت اللجنة عن وعود الكاظمي بحماية المتظاهرين وتنفيذ مطالب الشعب والكشف عن قتلة الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ انطلاق ثورة تشرين عام 2019 وإلى الآن. دعونا نشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مقطع لبعض الإصابات التي رصدتها هواتف المتظاهرين في ساحة أو ساحات التظاهر في بغداد تحديدا، فنشاهد. بس يبغوا بدون مستلزمات طبيه ماكو، منعوا الاسعاف من الدخول لساحه التحرير. بس جيب لي بوفيدون يا لي خيو. دكتوره نشاهد الان مع حضراتكم مقطع وثق لحظه اصابه احد المتظاهرين في ساحه التحرير في العاصمه بغداد، فلنشاهد. خبرونا الذمه، ايش يصير؟ وطبعا الجميع يعلم في العراق أن الأسلحة التي استخدمت لاستهداف المتظاهرين وكان الهدف منها هو قتل المتظاهرين هي أسلحة متنوعة، من ضمنها أسلحة الصيد التي تحمل الرصاص المتشظي أو ما يعرف محليا بالصچم. دعونا نشاهد أحد المتظاهرين الذي أصيب بطلق من هذه الرصاصات المتشظية التي استخدمتها القوات الحكومية لقمع المتظاهرين، فنشاهد. تشوي عن الضوء دخل بس على الهجان ما توصل الشهريه ببوشه ومس راح عندي خلاف اللحية على يلا هاي لا لا تخليه نشوف الجرح ويخيطوه بس الجرح. نبدأ باستقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام ومجموعة من الأسئلة حقيقة تطرح اليوم هو ماذا عن وعود الكاظمي التي أول ما تسلم السلطة قال يجب أن يقف القمع وتعهد بإيقاف القمع والعنف المستخدم ضد المتظاهرين في ساحات التظاهر بشكل عام، أين هذه الوعود؟ منذ الوعد وحتى هذه اللحظة حدثت انتهاكات بشعة ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية قبل الميليشيات، أين هذه الوعود ولماذا لم تتحقق حتى هذه اللحظة؟ ماذا عن محاسبة قتلة المتظاهرين؟ الآن من يجب أن يحاسب؟ أليس من الأجدر بهذه الحكومة أن تستقيل بعد أن لم تستطع أن تنفذ أو تحقق أي وعد من الوعود التي أعطتها أو التي طرحتها للناس؟ والجميع يشاهد ويعلم الآن أن هناك قمع حكومي حاصل، وهذه طبعا جزء بسيط، المقاطع الموثقة هي جزء بسيط من الحقيقة المؤلمة الموجودة في الشارع الآن. معنا السيد حيدر من السماوة، تفضل يا حيدر. حيدر
فقدنا الاتصال. محمد من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك محمد. حياك الله. أهلا وسهلا. يا أخي الله يشعلهم شعب راقي محمد يعني. نعم. هم كورونا وقتل وقطع كهرباء وقطع رواتب ورزاق وجوع وفقر يعني. نعم. الناس عشان ما يتعشون. الله يساعدهم. يعني شلون عايشين هذا الشعب وحرارة تعرف هسه حرارة وصلت 60 بعراق 55. نعم. وكهرباء ماكو يعني هذا قتل قتل متعمد هذا. قتل أخ محمد. احنا القتل متظاهرين الدم بارد ليش؟ نعم. الحكومة أصلا هي مشاركة. الحكومة مشاركة بالقتل. نعم. كانوا يقول لازم يكون قبض عليهم خلال 72 ساعة. كلها مسرحية. وبطلها الكاظمي. نعم. أنا طالب بحماية دولية للشعب العراقي. أخ محمد يعني معقول العالم ما يشوف؟ أنتم تتقون هاي الأحداث الدائمة بأمانة و فيديوهات موجودة موثقة. لا لا العالم دولية. العالم دا يشوف يا محمد، العالم دا يشوف، لكن حتى هذه اللحظة تدخلاتهم هي خجولة، مجرد استنكار واستهجان. شنو قيمة هذا الاستنكار والاستهجان إذا لا يزالون يسمحون بالقمع الحاصل من قبل حكومة الكاظمي وقبلها عبد المهدي وقبلها وقبلها منذ الاحتلال ولغاية هذه اللحظة يقمع الشعب العراقي؟ هم دا يشوفون ويعرفون، لكن نستغرب ليش مجرد الموضوع يقتصر على التصريحات فقط من قبلهم. والله محمد بيقول ما ديت ولا حياة اللي بنتناك شنو استنكار هو تسيح استنكار. نعم. كلمات الشعب العراقي دي قتل بدم بارد يعني. نعم. ما طول عليكم تحيرك. شكرا جزيلا سيد محمد. من هولندا. أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. أهلا وسهلا حياك الله. شكرا جزيلا سيد ابو زكريا من كركوك. سعد من الكويت، تفضل يا سعد. لديك يا استاذ، اولا يا استاذ باسم الدين باقونا يا استاذي المرتشي والمزور. نعم. ولكن يا استاذي المحترم يعني تحتكم الخصوم عند تحتكم الخصوم. نعم. عند الله تحتكم الخصوم يا استاذي، وصبر جميل، ولكن الحكومة والبرلمان إن شاء الله سوف يلبون طلباتكم يا أستاذي. شلون شلون يا سعدي يلبون طلباتهم شلون؟ يا أستاذي لأنهم لازم تعطونهم مهلة حتى يقومون بواجبهم الوطني. والشيء الثاني يا أستاذي، القمع لا يجوز، مخالف للدستور قمع المتظاهرين والمحتجين. طيب ما اللي دا يخالف الدستور يا سعد؟ هم نفسهم البرلمان والحكومة، هو منو دا يخالف الدستور؟ معاي هي الطامة الكبرى، المصيبة الكبرى يا أستاذي اللي أنا بحكي عنها العين يا أستاذي. نعم. ولكن يا أستاذي المفروض على البرلمان والحكومة أن يعدلوا أوضاع هذا الشعب المغلوب على أمره يا أستاذي. نعم. وكذلك أيضا يا أستاذي، من اعتدى على هؤلاء المساكين المتظاهرين اللي يريدون حقوقهم المشروعة والقانونية؟ نعم. وآخر الكلام يا أستاذي، ابعد عنا رطوبة الجو وحرارة الجو، تحياتي لك. شكرا جزيلا يا سعد. شكرا جزيلا. السيدة أم تبارك من صلاح الدين، تفضل يا أم تبارك. السلام عليكم أخي أستاذ عمار.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذ محمد، حيكو عيال القناة العظيمة وعامليها. الله يسلمك أستاذ محمد. المصطفى الكاظمي ما نفذ أي مطالب المتظاهرين. نعم، يعني المتظاهرين قتل دينهم. نعم، وما نفذوا أي مطالب من عدم. وإحنا كطلاب هسه يعني هسه ما صرنا حمل الامتحانات مالتنا. نعم، يعني المصطفى الكاظمي من راح زار إيران غير ينفذ حل المطالب مالت المتظاهرين البلباطرة والنافرية والبغداد. نعم، يعني احنا نازحين من 2014 لحد هذا نازحين، يعني احنا قاعدة ساعات ببيوتنا غير مصطفى الكاظمي يسحب هالميليشيات. نعم، وسرقة وأموالها. أنت تتوقعين يا سيدة أم تبارك أنه مصطفى الكاظمي يقدر يمنع العنف ويقدر يسحب السلاح من الميليشيات لو هو متورط وياهم؟ طبعا هو متورط وياهم نفس الشيء. نعم، يعني ما منفذ أي شيء، ما مبين أي شيء. المطلوبين القتل بهم النازحين ما بقى، يعني ما رجعوا لديارهم. نعم، أموالهم باقوها كلها سرقوها. احنا من 2014 لحد هسه احنا نازحين، بيوتنا قاعده فيها السرايا. نعم، غير يسحبوا مصطفى الكاظمي هاي الميليشيات. نعم، وانا اشكرك. شكرا جزيلا سيدة أم تبارك، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو حيدر من الموصل، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا محمد، شلونك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. ابو حيدر من الموصل اخوي. حياك الله يا ابو حيدر، تفضل. يا فضلك، احنا على مود المظاهرين. نعم، المظاهرين والله كل شيء ما يسوي. الله بذلك حكومه متفقه هي وايران على اداره الشعب العراقي. ليش هذا الاحباط يا ابو حيدر؟ ليش؟ والله احباط اخوي، حكومه ايرانيه يا ابن عمي. طيب، هو استاذ محمد حكومه ايرانيه. نعم، سواء نرضى وان ما نرضى حكومه اسرائيليه دعت عليها زيادة. دعت عليها، هذا لابس البدله مال حشر يا اخوي، يا قدامك عينك يا اخوي. نعم، وبالنسبه لنا بالموصل، والله بالموصل بالتمرين نفس شغل. نعم، ولا عمل ولا وجبه. حرامي محافظ، حرامي كيف مخاوم، حرامي. الله بذلك العالم قامت تشحن في الشوارع، قامت تشحن في الشوارع، ما عاد تقدر على يعني عشا الليله. أقول من عند ابن عمك. الله بدالك سيد أبو حيدر. أني 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 فاهم المشكلة اللي حضرتك بيها، وأنتوا الله يعينكم على ما ابتلاكم من دمار. لكن أيضا ليس صحيح أن نحبط بهذه الطريقة، وإحنا دا نشوفك وشباب دا يطلعون ودا يطالبون بحقنا، ونشوف إنه الثورة هاي ماشية على طريق صار لها أكثر من 9 أشهر الآن، ماشية على طريق صحيح. يعني ليش هذا الإحباط؟ المفروض بالعكس إحنا نشجع ونآزر. احنا دحج، احنا وين المظاهرين؟ الله بذلك احنا في المظاهرين، فجعلوا تروح منهم كتائب. نعم، حكومه متفقه ويا ايران. نعم، متفقه ويا حتى ويا الشيطان على الشعب العراقي. اريدك علم، متفقه حتى ويا الشيطان على الشعب العراقي. طيب هذا شيء زين يا ابو حيدر، هذا الشيء زين حتى تعرف منو عدوك الحقيقي، حتى خلاص يعني تكون الوجهه لازاله هذه الحكومه. الطفل اللي عندنا بس ما خدمت. نعم استاذ محمد، الطفل العتبة عمره 4-5 سنوات، الله بذلك احشاش الفلان الحكومه الايرانيه. نعم، ما يعني شغله منتهيه. نعم، احنا بالنسبه للموصل، الموصل صار علينا هذا التحرير وباء. الله بذلك وباء، ما قلت بالموصل اذا ما عنده سجين. نعم، وهذا شاهد يطلع على اعدادي ممرات امنه، ممرات امنه ومتفق هو وحشد ايران. نعم، احنا بالنسبه لنا احنا الموصل، احنا نعرف حقنا عند العبادي، حقنا عند العبادي، يعني على الله يسمح صوتنا. احنا للمواصل كان يجيب حديثة مجرد خط طيارات ويقول ولدكم يطلعوا من هي المناطق آمنة ويطلعون من المنزل عليها وخذهم حشد إيران. الله بدانا ما المواصل إذا ما عادوا سجين وسجين ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله، والله يبارك فيكم ويبارك. الله يسلمك يا أبو حيدر، شكرا جزيلا، والله يكون بعونكم على ما ابتلاكم. وإحنا طبعا نقدر الانفعال حضرتك، ومو بس انت، يعني اهالي الموصل بشكل عام، اهالي محافظه نينوى وكل المحافظات المنكوبه اللي بسبب بطش الحكومات، حكومات ما بعد الاحتلال بقوات القمعيه
وميليشيات الحشد والتحالف الدولي دمرت، وطبعا داعش هو جزء ايضا من هذا الخراب، هو اساس اصلا هذا الخراب، دمرت هذه المحافظات. لكن احنا نقول انه هاي الحكومات اللي هرت العراقيين وعود، وين هذه الوعود؟ وعود الاعمار، وعود اعاده النازحين، وعود ايقاف القمع وسحب السلاح من الميليشيات. اليوم بدنا نشوف شهداء حتى هذه اللحظه. السيد ابو مسلم من كركوك، تفضل. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي حبينا نشارككم بهذا الموضوع، الكهرباء، دائره الكهرباء. بالنسبه الى اليوم انا راجعت دائره الكهرباء الكركوك. نعم. نعم الله عليك. اخي اي اجراءات ما عندهم، موظفين ما موجودين، ما مداومين. نعم. ومخلين كذا مهندس، يصحوا له مهندس ابو فلان، بالنسبة ما أريد أذكر اسمه، مهندس. نعم. الله شاهد، يعني ما يعرف إدارة الدائرة شلون هو. خلاني أتعنى من دائرة كركوك. نعم. الكهرباء، الحي بعد، وتدري شوارعنا كلها مكسر. نعم. ومع ذلك رحت هناك بس تهميش، ورجعوني على نفس الدائرة، رجعت مرة ثانية. نعم. وهم يعني قالوا مو هنا يما غير دائرة يسمونه تفه، هم يعني رحت هناك، يعني إجراءات روتيني وتعب وكل شيء. نعم. ما سويته، ما قدرنا نخلص أي إجراء اليوم دائرة الكهرباء، ونص الموظفين ما في الساعة 12 كملت، تطلع كذا يربط لنا الساعة. نعم. مال كهرباء يقول والله الساعة 12 وخلص، ما في موظفين، ما في. هي اكو كهرباء ابو مسلم؟ هي اكو كهرباء اصلا؟ اخي ما كهرباء، بس احنا علينا نسوي نشد لنا الساعة مال الكهرباء. نعم. بس قدر الله ما قدرنا نكمل. نعم. ماله من كل الدوائر، مال شوارعنا، مال. ابو مسلم انت فتحت موضوع الكهرباء، احنا اليوم موضوعنا عن القمع الحاصل في ساحات التظاهر للمتظاهرين، بس انا عندي سؤال لحضرتك بموضوع الكهرباء سريعا. ونربطه بموضوع وعود الحكومات اللي اجتي بعد الاحتلال. نوري المالكي ب 2012 قال حنوصل لمرحله حنكتفي من الكهرباء ونقوم نصدرها، وين هذا الكلام؟ اخي هذا كله وعود وحبر ورق احنا نسميه. نعم. كل شيء ما استفدنا منه. نعم. والسيد الرئيس مصطفى الكاظمي يعني يقول مو من الانصاف اليوم يريدون من هذا الحكومه كل هذا الفساد من عند تحلونه، بس احنا ما نعطي حق الاخ، نتمنى التوفيق له يا اخي. بس فد مره الموظفين ماكو احد يداوم بالدوائر. طيب الموظف ياخذ راتب ما يحل راتب. سيد ابو مسلم اريدك بس يعني حضرتك بينك وبين نفسك تقعد تسال نفسك، من اللي جاب مصطفى الكاظمي حتى يعطى فرصه؟ مصطفى الكاظمي هو مو كان رئيس جهاز المخابرات وجزء من هاي الحكومة، والمفروض المخابرات المفروض تعرف كل من هب ودب موجود بالعراق شنو وضعه، شنو تفاصيله، أزمة الكهرباء، المخربين، الفاسدين، الإرهابيين وغيره. هو اجى من هاي الحكومة، من هاي الأحزاب، شلون ممكن ينطى فرصة؟ يعني هو مو أساس، هو جزء لا يتجزأ من هاي السلطة، من هاي الحكومات. هم بتشابوا، احنا طبعا مو انتخاب. نعم. ولا جاب انتخاب، هم رشحوها. نعم. هو ما حد رايده، بس اجى نتمنى له التوفيق، احنا نتمنى اي شخص يجي يصير عادل، يحكم عدل. طيب بس ما شفنا من عنده، بس وعد لحد الان. انا اشكرك يا سيد ابو مسلم. هذا الكلام نعم، العراقيين يتمنون يجيهم حاكم عادل، لكن هي الامور مبينه من صورها، من بداياتها. الصوره واضحه للجميع، جاء نتيجه توافقات الاحزاب ونظام المحاصصه، جاء بناء على نفس النظام اللي دمر البلد من 17 سنه. هو هاي نتيجه هاي الاحزاب تاتي بهاي الشخصيات. يستحيل مصطفى الكاظمي اللي اجى يريد يحارب الفساد ويسحب السلاح من الميليشيات انه يسوي هذا الشيء، وهو اول ما بدا راح سلم على الحشد مجموعة من الميليشيات ولبس لبسهم. طيب هدى من الموصل، تفضل يا هدى. هدى ألو. تفضل، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبويا منتشر. نعم. مو بالإعدام، من شهر من 2019 لشهر الفائت. نعم. مو بالإعدام، شغلة كيفية. نعم. وعنده أم الدواعش قتلوا أبوه، قتلوا أمه، سبعة منا قتلوا واحد يقتلهم. نعم. وحتى أبوي ثلاث مرات جوا عليه دواعش يخطو وما أبوي انهزم، ما قدر يعني ما قدر يأخذوا هاي، وكانوا شغلة كيفية وخذوا أبوي وحكموا بالإعدام. طالب رئيس الوزراء يعني يفرض عليهم كلهم. المنتسبين كلهم يفرضون عليهم. طيب أنا أريد أسألك سؤال بموضوع اليوم يا هدى، وصلت إن شاء الله رسالتك، بس أريد أسألك سؤال بموضوع اليوم. القمع اللي دي يصير بالشوارع الآن في بغداد وكافة المحافظات العراقية على يد القوات الحكومية برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، هذا الشخص وهذا القمع المفروض منه يتحاسب عليه؟ المفروض منه يحاسب عليه؟ يعني إحنا لا عندنا قضاء عادل بالعراق، لا عندنا مؤسسة عادلة، لا برلمان، من المفروض يحاسب هؤلاء اللي يرتكبون انتهاكات وجرائم؟ صح احنا هم وياك، صح كل هذا حكي، بس احنا المطالب الوزاره يفرض عليهم يسوون يعني احنا ابويا منتسب، ايش راح يحكمون بالاعدام شلون؟ طيب شكرا يا هدى. مشاهدينا الكرام، بس نود من المشاركين، احنا طبعا المنصة والبرنامج والقناة بشكل عام مفتوحة لآراءكم وأصواتكم ومشاركاتكم، وهذا كله احنا يعني حقيقة هو اللي يغني البرنامج، لكن نتمنى قدر الإمكان انه يكون الموضوع المشاركين على موضوع اليوم، شهداء وجرحى في ساحات التظاهر، يستمر القمع الحكومي، نتساءل عن الأسباب اللي تدعو إلى استمرار هذا القمع، ليش الكلمة اللي يطالب بحقها يعدم بهذه الطريقة؟ هذا إعدام حقيقي موجود في الشوارع الآن، يودي بحياة شباب عراقيين بعمر الورود. مصطفى الكاظم ايش يقول على القمع الحاصل؟ يقول انهيار الأوضاع الأمنية أنه ليس من العدل والإنصاف أن يطلب من حكومته أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة. ليش مبدأ رمي الحمل ورمي الأخطاء على الآخرين؟ كل حكومة اجتي بعد الاحتلال ترمي الأخطاء الموجودة في فترتها على من سبقها. طيب ليش ما تصلح هذه الأخطاء؟ شو وقت ناوي تصلح هذه الأخطاء؟ شو وقت ناوي تحاسب من سلب ونهب موجودين حواليك بالبرلمان، موجودين بالأحزاب الموجودة حواليك، الحشد اللي حطيت إيدك بيده وسلمت عليهم ولبست لبسهم، مدان من قبل المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة بأنه ارتكب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب إن لم تكن أسوأ، ومع هذا حطيت إيدك بيدهم وسلمت عليهم. إذا أنت دا تقول مو من العدل والإنصاف أنه أحمل أخطاء الآخرين، طيب صحح، متى ستصحح هذه الأخطاء؟ السيد أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ حضرتك أنت تقول إنه الكاظمي ليش يقول إنه الشعب العراقي يحاسب الحكومة، ليش ما يحاسب الفاسدين؟ هو من طلع من الفاسدين أستاذ؟ إن الحكومة هي الحكومة صار لها من 2003 إلى الآن. نعم. نفسهم شلون الشطرنج واحد يخلوه هنا وواحد يجيبوه هنا. طيب. شو اللي صار تبديل؟ هاي من جهة. جهة ثانية أستاذ، البارحة لما قصفت إسرائيل بطائرتها المسيرة أحد معسكرات الحشد. طيب. اليوم كان غضب الحشد على الشعب العراقي أستاذ. نعم. هم المفروض يكون غضبهم على إسرائيل وعلى الأحزاب الشيعية مثلا حزب الله، النجباء اللي قاعدين في لبنان، اللي يشوفون انهم معسكرات انضبت، غير المفروض انه يقومون بعمليه استهداف اسرائيل، وهذا شعارهم انه راح احنا ندخل اسرائيل وندمهم بالبحر وينهم؟ ايش طلعوها بالشعب العراقي وبالمتظاهرين؟ على فكره استاذ احنا هاي التظاهرات اليوم اللي صارت وللقتلى اللي ماتوا الله يرحمهم، ترى الاحزاب قامت بعمليه وضع اوكار امام المستشفيات
كل مصاب، كل يعني مصاب من المتظاهرين ترى ينقتلون او يسحبوهم او يقتلوهم. فهذه انتبهوا يا متظاهرين على هذه الحاله. بس اقول استاذ انه هذا من الموصل يقول احنا بنحس بحاله تعب وملل. يعني هذا حقا لنغير سياسه امريكيه ترى جديده انه تخلي الشعب يمل، يقطعون الكهرباء، يقطعون الخدمات، حتى شنو في سبيل قتل اكبر عدد ممكن من الشعب العراقي. طيب. وهذه هي سياستهم وتحياتي لك. شكرا جزيلا. مهند من ميسان، تفضل يا مهند. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اخوي بالنسبه للمظاهرات ما دام ايران وراها ما تصفى بعد. نعم. شلون ما دام شلون؟ ايران وراها، يعني ايران هي اللي تكتب المتظاهرين، يعني هي تظاهرت الناس المن ضد ايران وضد الاحزاب. نعم. فايران هي تقتل بهم وهي كتله الناس المحلل السياسي ذاك اليوم وكل. بس احنا هسه اللي دا نشوف مو بس ايران يا مهند، دا نشوف حتى الحكومه قوات مصطفى الكاظمي هي اللي دا تقمع اللي صار البارحه بساحه التحرير واللي صار ببغداد بشكل عام وباقي التظاهرات بالجنوب. القوات الحكوميه هي اللي تقمع، الميليشيات موجوده نعم وايران موجوده، لكن القوات الحكوميه تتصدر القمع. اخوي الحكومه العراقيه يا الاساسه، العراق اساسه ايران اساسه، كل احزاب لايران وين كانوا؟ كانوا من ايران يجون من ايران. نعم. ايه هم كلها شو الحكومه العراقيه كلها حكومه ايرانيه، بس العلم العراقي صحيح عراقي الا كلها الوجوه كلها ايرانيه. نعم. طيب فما اشوف العراق ما اشوفه يطلع بعد. يا سيد مهند احنا دائما نقول نتمسك بالامل، يعني اللي صار نعم موجود وقمع ودوله عميقه وميليشيات، لكن الامل طالما موجود بهالشباب اللي تتظاهر، اللي الارواح اللي سقطت والدماء اللي سالت بالشوارع هي تعطيهم دافع للاستمرار، بدل ما نحبط ونظل نطي او نحكي ونقول انه ماكو امل، يعني مستحيل هاي الحكومه تروح، لا مثل ما راحت قبلها هاي تروح وغيرها اللي وراها تروح، كل شيء زائل. فلنطي يعني نسود الصوره قدامنا قدام نفسنا واولادنا وقدام بقيه الناس انه هاي الحكومه باقيه على صدورنا وعلى قلوبنا وما تتحرك. ان شاء الله ان شاء الله ما ظل هاي الحكومه الفاسده ان شاء الله. نعم. بجهود المتظاهرين الطيبين ان شاء الله والناس الخيرين. نعم. نعم. ان شاء الله ما يظلهم باقي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله العراق راح يثور ثوره، ان شاء الله العراق راح يثور ثوره جديده عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا مهند، هذه هي الروح اللي حقيقه يحتاجها العراقيون الان في الشوارع، المتظاهرون وكل من في المنزل حقيقه. الدعوات الان مشاهدينا الكرام للخروج. انا حقيقه اوجه سؤال لبعض العراقيين اللي طبعا هم حقهم لا يلامون، اللي يطلعون يتظاهرون على الخدمات. كل شيء مرتبط ببعض. الأسباب الرئيسية لخراب الخدمات في العراق هي الحكومة والأحزاب والميليشيات الموجودة والبرلمان طبعا، فاللي دي يطلعون بمطالب خدمية لا لوم، لكن سؤال ليش ما تتحول هذه المظاهرات إلى شيء عام؟ ثورة تشرين لما خرجت للعموم، خرجت لإزاحة هذا النظام، إسقاط هذا النظام وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي للإتيان بالوطنيين النزيهين اللي يقودون هذا البلد. التظاهرات الموسمية اللي صار لها من أول الاحتلال إلى اليوم ما أتت بنتيجة، مجرد قمع. كل ما تطلع تظاهرات، كل ما يجي الصيف تطلع تظاهرات تقمع ترجع وانتهى الموضوع. لكن ثورة تشرين اللي كانت مميزة حقيقة لغاية هذه اللحظة وتستمر إن شاء الله، هي خرجت لقضية عامة. فأعتقد وهو سؤال يطرح، لماذا لا تحول هذه التظاهرات المطلبية للخدمات تحول إلى شيء عام وتكون هي مؤازرة لثورة تشرين وهي تكون هي مكملة لثورة تشرين؟ من معنا الآن؟ السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع يعني هواية حكينا به. نعم. وضحت أصوات العالم وظلوا بالأمل ولا أمل ولا جدوى.
ومع احترامي لكم يعني انتم اعتقد خارج العراق. نعم. ما تتعيشوا حتى لو انكم صوره وصوت مو مثل ما انت في خضم الحاله. نعم. يعني احنا معاناه. ساعه يجيك الكهرباء يقطعون عليك المي. نعم. ساعه يجيبوا لك المي يقطعون عليك الكهرباء. نعم. الروائح العطينه غير هكذا ما محققين يعني قلت لك انه عادونا مو فقط الى عصر ما قبل الصناعه. نعم. وانما يرجعونا للعصر الحجري. يعني اي دوله متخلفه ما وصلت ما وصل الى العراق الان. نعم. خلال هاي ال 17 سنه خصوصا هاي السنه السابعه عشره من حكمهم هذول. نعم. هذول رسالتهم واضحه يقول لك احنا مستعدين ان نضحي بالشعب العراقي من اقصى الى اقصى في سبيل ايران وارضاء ايران ومشايخ ايران وغيرهم. نعم. دول ما يهمهم الشعب العراقي. يموت يجوع يعرى ينقتل يعني ما اعرف الجاي يصير بالعالم. فالحل هنا اخويا هذول يسوون ضحك على الذقون على الناس. نعم. يوم يجي وخصوصا الكاظم من اجى وسنعمل الانتخابات المبكره وخلال ثلاث اربع اشهر وجيبه ورده بعدين قالوا ها في واحد ايلول يعني واحد الظروف ما تسمح يقول لك الظروف ما تسمح نسوي انتخابات هسه. ليش هي الظروف ما تسمح؟ لا هم ما يريدوها تسمح. نعم. لان هذول عايشين بابراج عراقيه. هذول خيرهم ما كان يحلم بالالف دينار. نعم. الان يحكي بالمليارات. زين؟ نعم. والخدم والحشم والكذا انا داخل المنطقه الخضراء، داخل قصر المؤتمرات انزل كل زوايا وزوايا. نعم. انا مذيع اخبار سابق في اذاعه بغداد 87. نعم. يوم حضرت مؤتمرات وكذا وغيرها. نعم. يعني لو تعبر علي وانا صحفي واعلامي. هذول يضحكون على انفسهم قبل ما يضحكون على الشعب العراقي. نعم. من الاخلاق السياسيه. ها؟ نعم. هو تعريف السياسه بالعالم كله هو فن الممكن. اخي انت تقول انا من جاي من اجل الشعب. نعم. الشعب ما يريدك، الشعب رافضك، الشعب مو حتى التجارب انت تيجي تجرب براسه صار لك 18 سنة. يا مجموعة تجي وكذا يجيبوا يوم فاسد، يا هذا فاسد. نعم. ماليا واخلاقيا واداريا وحيوان كل شيء ما يفتهم، حطيه في سدة الحكم شنو؟ بدون تجاوزات ابو زينب لو سمحت. فد اربع سنوات، عبالك هي فد اربع دقائق. ها؟ خل نجربه ونشوف عمل، شنو جربه؟ شنو نشوف عمله؟ قلت لك يا اخوي الحل ما هنا غير فرعين. يا اما بالانتخابات المبكره مثل ما قالوا في 1/9/2020 بثوره الكفاح المسلح. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا يا ابو زينب. مشاهدينا نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. هاي الخيمة هيا لنا شوفوا احترقت، شوفوها شوف هاي الخيمة احترقت مال الناصرية. كافي بعد الشباب بعد ما يقدر يصبر وضع البلد. شوف شارك المشهور، شارك المشهور، شوف الخيمة احترقت، الإصابات مباشرة، انطلقنا مباشر. ثانوين حاضرين الواحد.
حملام حضرين ارواحكم، هاي الشغله مفاجاه صارت. وحق موسى بن جعفر قلنا ما راح تطلعون يا تابعتم مشاهدينا الكرام لحظة إصابة أحد المتظاهرين في مدينة الناصرية. طبعا بالحديث سريعا عن الكلمة التي قالها مصطفى الكاظمي أثناء حديثه طبعا على موضوع استمرار انهيار الأوضاع الأمنية في البلاد، وجه بفتح تحقيق بمعرفة ملابسات ما حدث في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، وطلب بكشف ما وصفها بالحقائق خلال 72 ساعة، وحمل المتظاهرين مسؤولية عدم التعاون مع القوات الحكومية في الكشف عن المسؤولين أو العناصر المشبوهة مثل ما سماها اللي تحاول تثير الفوضى. يعني حقيقة رئيس الوزراء كان رئيس جهاز مخابرات، أولا هو ما طلعت نتائج التحقيقات الأولية مال بداية القمع الحكومي من 1 تشرين لغاية هذه اللحظة، ما طلعت النتائج وما تحاسبوا وقتلت المتظاهرين، فهل فعلا هاي الأوامر اللي طاها راح تجيب التحقيقات ب 72 ساعة؟ وإن جاءت هل سيحاسب قتلة المتظاهرين؟ ليش ما حاسب قتلة المتظاهرين السابقين؟ هاي واحد. اثنين، يحمل المتظاهرين مسؤولية عدم التعاون مع القوات الحكومية، وكأنه المفروض المتظاهرين هم اللي يحمون القوات الحكومية من الاعتداء عليهم وليس العكس. وين دور الحكومة؟ وين دور أجهزتها الاستخبارية؟ شاطرين يفرجون عن الناشطة الألمانية ب 72 ساعة مثل ما يقولون طبعا، وطبعا كل الحديث اللي الدائر الآن بالأوساط السياسية العراقية يقول هي صفقة تمت مع الميليشيات. طيب وين قتلت المتظاهرين؟ ليش ما طلعتهم بنفس المدة ال 72 ساعة اللي قدرت تفرج بيها عن ناشطة خطفتها الميليشيات؟ ليش ما تقدر تحاسب وتقدم قتلة المتظاهرين إلى المحاكم؟ 72 ساعة مدة كانت كافية بالنسبة لك أنه تحاسب ميليشيات أو تفرج عن مختطفة، بينما ليست كافية بالنسبة لك بأن تعتقل هذه الميليشيات التي خطفت الناشطة الألمانية أو الصحفية الألمانية والتي قتلت المتظاهرين. رقية من البصرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا رقية. بداية أريد أوجه رسالة للكاظم، أنت مو موعود الثاني اللي وعد الشعب العراقي به، أنت مو قلت راح أحاسب كل اللي طمع المتظاهرين هاي نهاية، لأنه أنت تجي تسمع المتظاهرين تمر بطنخك. نعم. الدليل إنه ياسين البث استقال قام بسبب أوامر الحكومة للميليشيات حتى يقنعون المتظاهرين اللي يشهد فيه، يعني من الباحر اليوم 8 شهداء و70 اكثر من 70 جريح، المستشفيات ما تقبل تدخلهم ليش؟ نعم. اللي بيروح التحرير بيعتقلون ليش يعني؟ نعم. رقية بس سؤال لو سمحتي، يعني مصطفى الكاظم يقول على المتظاهرين ان هم يساعدونا انه يكشفون عن العناصر المندسه الموجوده، كم من بيان طلع للجنة المنظمة للتظاهرات من المتظاهرين يقولون يا جماعة القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر قمعتنا، يا جماعة قيس الخزعلي وجماعته العصائب قمعونا، القوات الحكومية جميل الشمري بالناصرية ذبحنا، وغيرها وغيرها وغيرها. ايش يحتاج اكثر من هاي الاعترافات من الناس والمساعدات اللي يقدموها بالكشف عن الجهات اللي تقف خلف قاتلهم؟ ومع هذا ما شفنا لا القبعات تحاسبه ولا مقتدى الصدر لا الخزعلي لا جميل الشمري اللي كل ساعة ينقلوه من مكان لمكان. ايش اكثر يحتاج من الناس؟ اكبر الحكومة العراقية وبيننا بيناتهم خطط ومؤامرات حتى تصير الحكومة لهم وما يحاسبون العالم. نعم. جميل الشمري وين راح؟ وينه؟ نعم. ايضا العبادي وينه؟ ليش ما حاسبوه؟ نعم. عادل عبد المهدي والكاظم عيسى في واحد ينطالب طبعا احنا باستقالته لان ما شفنا من عنده اي نعم. شيء، ما شفنا من عنده اي خلاف. نعم. شكرا. نعم. يا رقيه من البصره، شكرا جزيلا.
إذا مشاهدينا الكرام، الحديث الآن في العراق على أنه هذه الحكومة هي جزء من أحزاب وجزء من عملية سياسية جاءت بعد الاحتلال، بقاها هو غير مجدي، ولن يقوم مصطفى الكاظمي بأي تغيير، لأنه هو جزء من عملية سياسية فاسدة كما يصفها العراقيون. الدعوات الآن في الشارع العراقي للخروج بثورة لإزاحة هذا النظام، لأن القمع الحاصل تحت قوات تحت مصطفى الكاظمي، وكما قالت اللجنة المنظمة للتظاهرات بأوامره أيضا، هي إثبات أيضا لأنه مصطفى الكاظمي هو مكمل لسياسة متبعة من قبل حكومات وأحزاب ما بعد الاحتلال بقمع الأصوات المعارضة وقمع كل من يطالب بحقه في العراق. دعونا نقرأ بعض من الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. حقيقة هناك الكثير من الرسائل، نخصص الوقت المتبقي إذن لقراءة الرسائل الواردة من المشاركين الكرام. في رسالة من البصرة، أخوكم من البصرة، يقول: الكاظمي صنم لا يحل ولا يربط. رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة أستاذ محمد وللجميع. يقول: والله أنا ألومكم على تسمية عصابة الخضراء صنيعة الاحتلال حكومة. هذول عصابة تدربت على أيدي أعداء العراق وتعهدت لهم بتدمير العراق ومقدراته بإشراف الاحتلال، وبالأخير هم طعام وغذاء لكلاب الأعداء بعد خيانة بلدهم، وهذا مصير الخائن بعد انتهاء مهمة الاحتلال من العراق، والسلام عليكم. في رسالة أخرى من أحد المشاركين، ماكو اسم، يقول: أخي سؤالي للشعب مو كافي مذلة؟ والله سكوتكم هو أقصى أنواع الذلة، شوية خلي عندكم ناموس وولاء للوطن، نهبوكم قتلوكم هجروكم وجوعوكم ويضحكون عليكم 17 سنة، شيلوا سلاح وسحلوهم بالشوارع. أيضا يقول: أكو دولة تتحكم بها عصابة، إيش قد رخيص أنت يا بلد الآن تقودك هيجي نماذج. في رسالة: السلام عليكم أخي العزيز وسلامي إلى كادر قناتكم البطل، أخي ليش تركتوا دعمكم لنا ولثورتكم ولثورتنا أخوكم منذر المالكي من البصرة؟ يستحيل يا منذر، هذا الكلام مو صحيح، حضرتك إذا تتابع، وأنت أكيد متابع، لكن يبدو أنه فاتك الموضوع. قناة الرافدين دائما وأبدا مع كل صوت حر يطالب بحرية هذا البلد ويطالب باستقلال هذا البلد ويطالب بخلاص هذا البلد من كل الأعداء ومن كل الاحتلالات، إن كان إيراني، إن كان أمريكي، إن كان من أي نوع ومن أي بلد تدخل في الشؤون العراقية. والأهم هو الخلاص من هؤلاء الذين يحكمون العراق باسم الدين وباسم الأحزاب الإسلامية المتأسلمة اللي دمروا البلد وسرقوا خيرات شعبه. قناة الرافدين مع ثورة تشرين منذ بدايتها وستظل إن شاء الله. رسالة من بابل: السلام عليكم وياكم أبو سارة، حكومة إيرانية وأمريكية وقاعدة تروح أشخاص أبرياء من وراهم، وما وراهم ماكو أي رجاء. سلامي من بابل للرافدين الحبيبة، شكرا لك. رسالة لدينا: تحية طيبة لك ولكل القناة. ما يحصل للمتظاهرين اليوم في مناطق الجنوب وبغداد هو نفسه ما حصل للمتظاهرين في من أهل السنة، لأنه يجب توحيد الصف العراقي من زاخو إلى البصرة، بمعنى أن يخرج السني والشيعي بمعنى يد واحدة لا تستطيع التصفيق. نحن السنة في محافظات الغربية أيضا نعاني من التهميش والإقصاء، والخدمات معدومة حتى في الفلوجة، لذلك الكاظمي هو أيضا مسيس من قبل الأحزاب، يعني وجهان لعملة واحدة. رسالة تقول إشراق من صلاح الدين، تقول: أخي السياسيين عبارة عن خردة تعبانة وماكو واحد شفنا منه خير، جوي شلة سايبة بالدول كانوا حفاي وصارت فرصة، وجوي للعراق لأن لقمة دسمة وصارت بيناتهم كل واحد يأكل لقمة، الله ينتقم منهم. فاتن من ألمانيا تقول: مساء الخير قناة الرافدين، أخي محمد الميليشيات الظاهر هم يحكمون العراق، إيران هم الميليشيات وهم يذبحون ويقتلون من ذيول إيران والكاظمي.
رسالة من الأحواز تقول: السلام عليكم، قناة الرافدين الشريفة، أخوكم من الأحواز المحتلة من قبل الفرس العنصريين الإيرانيين. لدينا رسالة من السيد أبو محمود: السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو محمود من الرمادي، إحنا أهالي معتقلي الرزازة، نطلب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي. يعني شو ينتظرون؟ هاي 4 سنوات أطفالهم محرومين وأمهاتهم وأبائهم، والله حرام. خليهم ما أحد أولادهم بالسجون يتحملون 4 سنوات. يعني بس أحب أقول حسوا بمشاعر الأهالي. في رسالة لدينا: السلام عليكم، رسالة طويلة نختصرها. محمد الشمر يقول: السلام عليكم، بهذه الأيام بهذه الأيام المباركة التي رفعت بها ستار الكعبة، نسأل الله القدير أن يحفظكم ويحفظ قناتكم الشريفة. يقول: نطالب بإيقاف الاستقطاعات من نخبة المتقاعدين من الجمعيات الأهلية. وأخيرا رسالة: السلام عليكم، أخوكم من البصرة، أخي تعال شوف البصرة مليانة محكومين بسبب الحكومة وكلهم أبرياء لأن شاركوا بالمظاهرات. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى: 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.